للنشر والتوزيع الفني المارنز الكعبي. على ايدك لازم نضربك للقلاب. لا استاذ عجل شنو؟ والله استحيت انا مسكر لك استاذي ايش تتكلم انا قبل كلام ليش تضربهم؟ انا اخذتك في المصرح انا طالع على المدرسه قلت انا خلي الطلاب يقتلونك ما تسعى على نفسك؟ قرب لك جارك تضرب بيهم؟ استاذ غيرك وسبب؟ ماكو كل سبب انت مسؤوليتك تضرب راشديات وتضرب مصدره هي مخالفه كثير جهه صحيح جيبوا لي مطرق اريد على ظهرك اضربك انت ما تسعى على نفسك؟ مو انت شايف؟ قرب لك جارك تضرب بيهم؟ هي هاي التربيه اللي علمتكم اياها؟ انت بيا وكيل؟ بيا وكيل؟ احد كلفك قال لك اقتلهم؟ استاذ مو حتعرف زخم العمل اللي علينا استاذ شنو زخمك؟ شنو طالب عندي شنو زخم العمل؟ انت جاعت بنت برا استاذ انا شنو زخم العمل؟ عشان اتكلم انا اتقبل كلامك انت مسؤولي ومحاور استاذ هسا لو اقرب ابنك انا وارجع وراشدي زين شو يصير بي؟ هاي التربيه اللي جاعت ربهم بهذا الجيل؟ لا استاذ انت لا تحكي ولا كل شيء قبل على البحاج يلا يلا واطلع برا عسكر ان شاء الله اقول لك طلاب تعال جاي تعال شو ما يعجبك الحكي لا استاذ جميل لا استاذ ليه قلت لي اطلع؟ ها؟ لا انت كيف اللي عمرك استاذ؟ قلت لي اطلع اطلع استاذ ها يوميه تقتل ما تطلع لا والله ما يوميه استاذ انا 27 سنه خدمه و17 انت ما عندك خدمه استاذ 27 لو سنة. عندك خدمه شهر تضحك نعم استاذ لسان الطيب نعم استاذ يطلع الحيه من الغار نعم استاذ بس انت لا عندك لسان طيب ولا تعرف التصرف انت ما عندك ولي؟ عندي استاذ وين يداومون؟ والله قسم المتوسط وقسم الابتدائي. والابتدائي وين يداومون؟ يمك؟ لا ما يمي وين؟ انا وين يداومون؟ بطلوا استاذ يداومون بطلوا بس عندي بنات اثنين في المتوسط استاذ. بطلوا؟ اي نعم. لما انت معلم ولدك يبطلون، انت شنو من التعليم مالك؟ انت اساسا المفروض تنفصل من التعليم. ليش استاذ؟ لان انت ما قدرت تربي ولدك. لا استاذ ظروف صعبه. شنو ظروفه صعبه؟ انت ما تقدر تسيطر على ولدك جاي على ولد العالم وترجع بهم راشياتهم وبالمسطره وبالخيزرانه؟ قاضم لك مطرق وتضرب بيهم؟ ما سعيت على نفسك؟ ايش قلت لنفسك؟ منشور عليك فيديو فضحتنا؟ ايش قلت لنفسك من نشر الفيديو؟ هذا تعليم يعني فوق اسمع نعم فوق طلائب التربيه فوق هذه المدينه اللي النكبه انسان سبحان كل انسان احنا مو نبي استاذ اسمع مدير التربيه نعم هذا يوميا يقتلهم ويقتل الطلاب انا طلعت من الصبح تحت بثمانيه بالمدرسه والله لو لاقي وجاي مطرق وياي الا خل هذول الطلاب ضربتهم الا خلهم يهججونك لان هاي مال تحقيق وما ادري شو كلها ما تفيد شايل المطرق قلت شلون ضربتهم الا خلهم يضربونك لان انت لو تحاسب للناس ما كان ايش يتعامل مع جهال ودخلي خليك عبره كل المعلمين يلا اطلع اشتركوا